صباح الخير. بلغة الضاد المطعمة بالفرنسية والإنجليزية والفارسية وبروحية حذف ما يمكن حذفه عم ينكتب البيان الوزاري، وحتى لا يموت الديب ولا يفنى الغنم عم بتم التدقيق بكل المفردات والعبارات وحتى أحرف النصب والجر، ومن وزن البحر الطويل والبسيط وفعول مفعيل تم إلغاء كل الاستعارات النافرة ومعانيها ودلالاتها بالمعجم الوافي. وإذا كانت الناس بتقرأ بين السطور فبيبقى الكلام ما قل ودل. بالمعاناة ارتسمت طريق هجرة الشعب الفلسطيني، وبكل محطة اختلفت صورة القهر والتمييز وأشكاله. وإذا كان أحد الانتحاريين المسؤولين عن تفجير السفارة الإيرانية وبير حسن فلسطيني الجنسية، فهل يجوز أنه يدفع مخيم بأكمل وضريبة بعض الأشخاص المضللين؟ مخيم عين الحلوة استنكر كل عمل إرهابي، ولكن المضايقات والاتهامات حول المخيم ما انتهت. تقرير رولا أمين الدين. أشهر ثلاثة على تفجيري السفارة الإيرانية بتشرين الثاني، أتى تفجير بئر حسن بالأسبوع الماضي ليوضع الفلسطينيين بخانة الاتهام ودائرة المراقبة، خصوصا بعد ما أثبتت الفحوص المخبارية أنه أحد الانتحاريين بكل تفجير فلسطيني الجنسية. وبما أنه جسم المخيم لبيس بتكتر الاتهامات الموجهة للمخيمات، ومخيم عين الحلوة بصيدا أبدى استنكاره لأي تفجير بقوم فيه انتحاري فلسطيني الجنسية، كما أكد الجميع أنه انتحاريي التفجيرين هم من خارج المخيم ولا علاقة للمخيم بمثل هالعمليات. ما بنقبل فلسطينية انتحارية. إذا في فلسطيني سيء، مش كل الشعب الفلسطيني سيء. في ناس بيطلعوا سيئين وفي ناس جيدين، يعني كل الشعب الفلسطيني ما فيك تحطيه بهذه الصفة، صفة الانتحاريين. في ناس بغر المال بغر الجاه، الله أعلم فيهن، بس أننا نحن بالمخيمات ما لنا بالأشياء كلياتها. مغروين والله، في حريات فوق، في هو لا في شيء. أكيد في ناس عم بتغررهم حتى عم يعملوا هالشيء هذا. نحن ضد هالشيء هذا كله. ما في أم بيهون عليها أنه ابنه يروح يفجر حاله، مستحيل يعني. فلسطين الإسرائيلي يحاربوا بدل ما يعملوا في سلطاني. هذا الشيء غلط، وناس أبرياء عم بتروح، ناس ما دخلها، وإذا فلسطيني هذا الشاب ما بمثلنا. فيش في اللبنانية ناس مش ملاح وفي فلسطينية مش ملاح، يعني بدنا نجمل إسا الشعب اللبناني كله مش منيح أو نجمل الشعب الفلسطيني كله مش منيح. كنا نعلم، لا يعني عملنا كل ما باستطاعتنا لمنع أي فلسطيني بالدخول بهيك مشروع، لأننا نحن نرفضه رفضا يعني كاملا، لأنه إحنا مشروعنا هو مشروع فلسطين. لا شك انه مع كل تفجير بيوقع بتبدأ الاتهامات وبتتفتح العيون حول المخيمات، وتنفيذ الفلسطينيين لعمليات انتحارية بيزيد من عمليات المضايقات لتمارس على المخيمات. ليه عم بيعملوا هيك احنا مش عارفين؟ كل واحد بفجر من برا بيجوا بحصروا المخيم، كل ما صار اي تفجير، كل ما صار اي مشكلة ببلشوا بالمخيم. شو دخل هالمخيم؟ حاجة يخنقوا الشباب، هن اللي عم بخنقوا الشباب. يعني عم تصير مضايقات ان كان عندنا بالمخيمات او خارج المخيمات، بنعمل انها ما تتكرر، انه يتحاسب صاحب الجريمه، بس انه ما يتحاسب اهله ولا غيره، لانه في حمله يعني
على المخيمات وغير المخيمات. المخيمات مستهدفة ويجب على كل الفلسطينيين بالمخيمات انه يوقفوا وقفة واحدة ضد اي عمل اجرامي او اي شيء، وانه ما يتبنوا اي عمل. بدهم يدخلوا الفلسطينية، واذا بيفهموا عنا الفلسطينيين هن ما بتدخلوا، ولو كان فلسطيني هو واللي قبله، ولو كانوا 10 ولو كانوا 20، ما بيحددوا مصير 100,000. هذا لفت الانتباه باتجاه انه تفعيل دور الشباب وتفعيل العمل الثقافي بين الشباب وتحصين الشباب من الانجرار في التجاذبات الداخليه اللبنانيه بكافه اشكالها وكافه تاثيراتها. المدعين ما يتدخلوا بحياه لبنانيه اصلا في الدوله بالامور هذه اللي عم تصير، وما بنسمح لأي إنسان يزج المخيمات أو الفلسطينيين بصراعات أو بالتجاذبات اللبنانية. نحن مع الشعب اللبناني، ونحن كلنا تحت الشعب الأمرت الأرز اللبناني كمان، مش الشعب اللبناني. يعني شو بدن الدولة بتطلبوا مننا، احنا بنقدم لهم، يعني ما بنقول لهم لا. نتابع حلقتنا. منطقة باب التباني وجبل محسن ساحة حرب موسمية ونافذة للنزاعات الداخلية والإقليمية، ولكن بمشهد آخر نشاط فني بامتياز لجمعية فنون متقاطعة الثقافية بأكد على رفض الواقع المؤلم ونشر رسالة السلام. تقرير. على بعد أمتار قليلة من منطقة باب التباني وجبل محسن المنطقتين الأكثر سخونة بطرابلس، كان على المقلب الآخر شارع مكتظ بالشباب حاملين معهم أسلحة الفن والثقافة. بأسلحتهم رسموا على الجدران رسومات جرافيتية ورقصوا بالشوارع على أنغام الهيب هوب باندفاع وحيوية. هالشباب يلي بينتموا إلى جمعية فنون متقاطعة الثقافية هن الصورة الحقيقية عن طرابلس. بهمنا كتير انه تنتشر ثقافة السلام، ثقافة المحبة، ثقافة الناس اللي بدها تعمل شغل جدي بالمجتمع المدني، لحتى نقول انه طرابلس هي مدينة عيش، مدينة الناس حب انه تفرح، حب انه تعبر بالالوان، حب انه تغني، حب انه تقول لا الحرب ما بتشبهنا. ريفولوشن عم نعمل عبارة هي عن ثورة بالفن، الفن وخصوصا فنون الشارع اللي هي بتتضمن رسم الجرافيتي، الهيب هوب، البريك دانس، البايسيكل، ستريت ارتس، وكليتهم الشباب اللي عم تشوف فيهم هن من ابناء طرابلس من كافه الانتماءات. مش مزبوط ابدا ابدا انه مدينه طرابلس ما فيها حياه، والدليل هيدا اللي هون شايفينه بعينكم. اذا بدهم يتقتلوا يتقتلوا محلاتهم، يصطفوا يذبحوا بعضهم، بس نحن عم نشتغل شغلنا وعم نرجي الوجه الحقيقي للمدينه، وبعتقد هيدا مو واجبنا. وحق الناس يعيشوا بالطريق، نحن صرنا نخاف من الطرقات، نحن بدنا نرجع نعيد الحياه للطرقات، والحياه والإعادة الحياة بحب وفرح وكلنا مع بعضنا. هدول الشباب طرابلسي، وانت هلا قلتي انه بعد يمكن امتار او مئات الامتار عن مواقع الاشتباكات وهيك، بس خليني اخبرك انه هدول شباب من مواقع الاشتباكات جايين من الجهتين، من جبل محسن التبانة. جوا دفتري وراق كبير مكدسي، ما بشجع العنف بس بجيبتي الصغيرة مسدسي. ما تفهمني غلط عم بحكيك عن هالألم يلي بدفع فيه، عن شرف الإنسان انظلم، عن حرية مسلوبة، عن دنيا فينا مقلوبة، عن ناس ضعيفة مهمومة من طيبة قلبة مغلوبة على أمرها، عيشة مرة صارت أمرها نار مكبوتة. طرابلس مدينة الثقافة والتنوع ومدينة العلم والفنون، هي حتما المدينة يلي بتحب الحياة وبترفض العنف. وإذا كان البعض عم يدفع شبابه نحو الحفر السياسية والحزبية، فعلى أرض الواقع مشهد آخر لشباب ما بده إلا مستقبل فيه أمل ووحدة. واخترنا اليوم أنه نكون نرسم جرافيتي بطرابلس، لأنه الرسم أكتر شيء بيقدر يعبر عن شو ما كان، غضب ولا تعذيب ولا شو ما كان، بيقدر الرسم يعبر عن كل هيدي الأشياء. أنا بنت من طرابلس من جمعية كراش آرت، حبينا نعبر عن طرابلس بسلام وبالألوان. شي طرابلس انه عندها شيء بتخلي طرابلس تضلها عايشه. بنشوف مثلا رسمات عالم وجه اخر لطرابلس ما بنشوفه، مثلا تبانه وجبل، اقواس، حرب، قنابل كل يوم ما بتعرفي حالك رايحه على البيت ميته او عايشه. لازم هن يحافظوا على طرابلس كهي بلد حلوه وبلد سياح مثل ما بيعرفوا،
وكمان انه يحافظون على صوره حلوه. ونحن من تركينا للبلد حتى مع كل اللي عم نعاني عم كمل ومع ايد وحده مع كل العالم. كيف بدي اطلع من بلدي وانت باقي تخرب؟ كيف بدي ابقى وايدي عقلبي عبيتي خايف سرب؟ بخلقنا تنعيش بسلام وبمحبه، عمين بدنا نخبي ملا جيل عم نربي ونربي من قلبي ايدي عقلبي مخبى خايف من الرصاص، مش حابب بموت موتة غيري وغيري راح رخاص. كبرنا وربيتوا فينا سهولة الاستسلام، صغار رضينا بيلي شقينا عم نطالب بالسلام. لا قدام عم نحلم بخطوة إلنا سنين، لهلأ مني فاهم مين مع مين وعلى مين. بعمري ما فكرت اسأل شخص انت من اي دين، لو شو ما كان دينك كلنا على الشمعة ربيانين. اهلي مامي خلونا نروح وين ما كان كرمال المشاكل اللي عم تصير بطرابلس، خليهم بقى كل مين بقى لحوله صار احسن من اشتغل كمان. بدنا نرجي للعالم مواهبنا، انه نحن ما بيهمنا لو طرابلس الساعة عايشة، موقفة طرابلس المواهب بتدلى فيها. عم يعطونا مواهب وكل شيء، عم نرقص ومبسوطين، وبيجوا الدبان والجبل بيعلقوها وبتخرب القصة كلها. النشاطات الثقافية والترفيهية يلي عم بيقوم فيها الشباب والمجتمع المدني في طرابلس هي رسالة من أهالي طرابلس إلى كل لبنان، رسالة سلام. خلصنا عرفنا اخوي نحنا وبايدينا شعلناها، تعبنا عرفنا من الداعي نخوة من الشارع، لميناها لميناها طورناها كبرناها خلص فيقوا اعطونا السلام ببلدنا خلونا شوي نضيقوا. حلقتنا بتكفي، رح ننتقل سوا لمطعم بالفلبين المميز فيه مش اكله ولا حتى هندسته، انما المميز فيه هن العاملين يلي هن كلهم صار القامه وطولهم ما بيتجاوز المتر. تقرير. هو بيشتغل كمصارع وببعض الليالي بيغني، فهو ممتاز بتقليد ألفيس بريسلي. اسمه نيستور وهو من الفلبين، قصير القامة طوله لا يتجاوز المتر، متزوج وعنده 5 أولاد كلهم بالمدرسة إلا الصغير. التفرقة موجودة بالفلبين تجاه صغار القامة، لكن هن عرفوا شو لازم يعملوا، فهناك مطعم العاملين فيه صغار القامة، هن ما بيعانوا من عوائق، بيشتغلوا وبيبرهنوا عن قوة شخصية، فالضعف يكمن بالآخر اللي عم يعاملهم معاملة سيئة. انت وسيدة سنة من حل عيونها بلوكار